بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ احنا هنعمل معانا البومبار، ومقادير معايا اهو: زيت في الحله، وبصل مقطع هنزل عليه في الزيت، وانا بعصر طماطم. هحط في الطماطم وانا بعصرها بصلايه، معلقتين هريسه شطه، معلقتين كبار توم، وهحط معاهم معلقه ملح عشان ريحته ما تطلعش لغايه ما البصله تتحمر معايا. دلوقتي اهو انا بحمر البصل بتاعي، انا مش عايزاه يتحمر قوي. جبت قطعه توم اهي هحطها معاه برده، غير اللي انا حطيته في الخلاط، بتفرق في الطعم جامد سواء اللي في الخلاط او اللي في البصله. هقلبها مع الدقيقه تشويحه، وبعدين انزل بالطماطم. بص يا حبيبي كده اهو، البصل التوم دبل مع البصل، وانا عايزه اللون ده كده، انا مش عايزاه محمر ولا عايزه نايم، عشان المحمر هيخليه برده مش حلو. هنزل بالطماطم بتاعتي كده، وبعدين اجيب البهارات. ثانية، دلوقتي البهارات بتاعتي: كزبرة كتير، كمون كتير، فلفل اسمر، يعني حوالي معلقه فلفل اسمر صغيره، نعناع، بابريكا برضو كتري البابريكا، بهارات فراخ او بهارات لحمه على حسب ما تحبي، زعتر، دي انا عامله برضو حبهان، على ورق لوري، على جوز الطيب، حاطه رشه صغيره منها، رشه صغيره خالص اهي، و والله مثلا عندي رشه من 7 بهارات. هنزل بده كله على التسبيكه واقلبها واسيبها تتسبك بقى خالص براحتها. بصوا حبايبي، دلوقتي بقى انا عندي ميه على النار بتغلي، انا هعمل حبه كرنب مع البومبار. هسلق فيها الكرنب، انا يا دوبك هيدبل وهطلعه، انا ما بحبش اغليه كتير عشان ما يتهرش ويتقطع مني. دلوقتي اهو الكرنب بدا، انا قلبته بدا يدبل معايا، يدبل وهطلعه من الميه واكمل كله بنفس الطريقه دي. كده الكرنب بتاعي السلق اهو، انا اديته يا دوبك مغليتش، يعني يا دوبك حطيته في الميه المغليه دقيقه، اقل من دقيقه، وبطلعه اهو. واول ما اطلعه هفرده بعيد عن بعضه كده، عشان برده لو فضل فوق بعضه هيتهري مني، معلش البخار مش مبين اهو. وانا هسلق كله بنفس الطريقه دي كده ان شاء الله. بصوا حبايبي، الكرنبيه بقى دي من القلب من جوه، لو يروح مني على الفاضي قلبها اهو. انا حطيته سليم عشان ما يتقطعش مني، هو فك في الميه لوحده ازاي اهو، بيطلع من نفسه اهو كده اهو، كله اتفك. لو انا قطعته بالسكينه كان اتكسر مني والورق راح مني على الفاضي اتهدر. بس كده دلوقتي اهي التسبيكه بتاعتي اتسبكت زي ما انتم شايفين كده، انا فضيتها في طبق عشان تبرد، والحباشة اهو او الخضره اهو نزلت على بالحباش على التسبيكة، هقلبهم هقلبهم حلو. هنعمل بومبار. محمد بيقول لكم هنعمل بومبار، وده الرز هنزله بقى اهو، انا غسلاه ومصفياه. واقلبه مع الحباش والتسبيكة او الخضرة والتسبيكة. دلوقتي بقى انا قلبت اهي الخلطة بتاعتي، هعمل بقى ايه، هقطع البومبار بتاعي عشان احشيه، بس نوصل لاوله. طبعا انا منضفاه ومخليه زي الفل، انا كذابة على فكرة، انا جايباه جاهز جاهز. كده هنقطعه كده جاهز ايه كده بكام؟ كده 50 جنيه. كده واعمل كده كله ايه، تبقى ايدي مقسواها. هو لسه هيكش، انا مش هيبقى بالطول ده، هو هيكش لسه في الميه كده. واكمله كله بنفس الطريقه كده، واكمله كله. دلوقتي انا اهو اصل البومبار بتاعي قطعته، همسكه كده افتحه واحط الصابع ده كده فيه اهو، واروح عامله كده كده سهل جدا اهو. طبعا انا عندي ضيوف النهارده عاملين ازعاج، يا نهار
كده انا حشيته اهو. بس يا احمد اهو كده طبعا ايه، انا مش عايزاه مليان قوي، يبقى بنفس المنظر اهو بالمنظر ده، عشان لسه ما يعني انا عايزاه مفضفض عشان الرز الزياده هينزل في الميه اهو كده. ماشي. واحد كمان اهو، الصابعين دول اهو بفتح وادخل الرز. على فكره حشو ما فيش اسهل منه. والله اكله جميله وطعمه جميل اهو كده. انا حشيته، بمسحه من الرز عشان الرز ده كله هينزل في الحله كده، وانا هكمل كله بنفس الطريقه دي. دلوقتي بقى انا قطعت الكرنب، بس سبت معاكم ايه حتتين كده نقطعهم سوا اهو. ورقه الكرنب كده مفروده، انا همسكها كده واروح اقطع العرق بتاعها كده، واروح ماسكه الورقه ولفها كده واقطعها على حسب ما انا عايزه الصباع بتاعي قد ايه، كبير صغير كده. الصوت مع كده، واروح ماسكاها. بس يا احمد معلش بقى، انا عندي ضيوف النهارده. ودي دي كده اهي، واقطع كده 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 اهو. كده اهو، واعمل واحده تانيه معاكم اهي. بمسك الورقه كده اثنيها، اشيل العرق بتاعها واروح ماسكها كده ولفاها. طلعي بجوجه كده. بس يا ميدو عشان حبيبي الصوت اهو اهو كده، وهكمله كده ان شاء الله. دلوقتي انا حطيت بقى ايه 3 ارباع الحله ميه مكان التسبيكه اللي انا مسبكاها، وهنزل عليها ببصلايه مقطعه، حبه فلفل اسمر، حبه كمون، ورق لوري، كبابه صيني، حبهان مستكه. هنزل بده كله في الحله كده اهو، واول ما تغلي هنزل عليها بالبمبار. الميه هي غليت معايا، وده البمبار بتاعي اهو ده. انا هاخد بقى ايه صابع صابع كده وامسحه وانا بعمله، هنزله. اول ما هنزله في الميه هيروح ايه قافل من الجنبين كده، هيقفل على الرز بتاعه من الجنبين كده. انا نزلت البومبار بتاعي كله في الميه السخنه، اول ما نزلته شوفوا قفل من الجناب ازاي من الناحيتين، هو بيقفل من نفسه. هيغلي غلوتين وهروح موطيه عليه يستوي على مهله، وهنزل بقى ايه بمعلقه ملح عليه كده اهو، معلقه وحبه على حسب الكميه بس كده. هو هيغلي اهو، اروح موطيه عليه بس، وقافل اهو من الجناب وزي الفل كده بقى اهو. انا هحشي الكرنب بتاعي هجيب كده اهو، واحط الرز والف واضغط، الف واضغط وانا ايه بلف عشان يبقى ايه اهو. الاخضر هحطه الاول، هملى الحله بيه من تحت عشان وانا مقطعه كرنب في الحله اهو. انا مش حطها بحله، انا مقطعها حتت، لان انت لو حطيتي الكرنبايه بحلها هتكتب لك الحله وتخلي الرز ما يستويش اهو. انا كده هملى بقى الحله من تحت كده بالاخضر اهو كده اهو. دلوقتي بقى انا مليت اهو الحله من تحت اخضر، هبدا احشي الابيض او الفاتح اهو اهو كده اهو كده، وهكمل بقى الحله بتاعتي بنفس الطريقه دي اهو. اعمل واحد كمان اهو اتقطع.
كده تنزل راح فين تاني؟ وقف يا حنان اهو كده كده وهكمل الحلة بتاعتي بنفس الطريقة دي. وده البومبار بتاعي اهو استوى، قعد حوالي نص ساعة على النار استوى. دلوقتي انا هطلعه من ميته على مصفى وبعدين ابقى احمره. وده الكرنب بتاعي اهو، انا حشيت الحلة كلها وانا حطيت مصفى تحت، حطيت الرز صفيت فيه التسبيكة اللي فيه وانا بحشي الكرنب. فدي اللي نزلت منه على حبة مية على حبة ملح. واعمل عندك بقى مرقة عايزة تسقي بيها شوربة اي حاجة اسقي بيها كده. انا بقى هنزل ايه على الكرنب كده، وبعدين اهز الحلة عشان المية بتاعتي تنزل. بس هو ده اللي انا عايزاه، انا مش عايزه الكرنب ما بياخدش ميه كتير، لو اخد ميه كتير هيعجن هيبقى، لكن انا عايزاه مفلفل وحلو. وكده هغطي عليه بقى لغايه ما يستوي. وكده بقى ايه المحشي بتاعي استوى اهو، انا اول ما غلي وشرب ميته وطيت عليه مستوي اهو اهو. ودلوقتي بقى ايه هنحمر البومبار مع بعض. كده بقى انا حطيت مقلية على النار فيها زيت عشان احمر فيها الجمبري بتاعي اهو. بعد ما طلع هوطي وبعدين ايه احط الجمبري احطه كله في الزيت واحمره بقى. كده انا حطيت الجمبري بتاعي، وانا بخش لو في اي رز على الجمبري ولا حاجة بحاول امسحه عشان ما يتحرقش في الزيت. كده بقى انا حمرت البومبار وقلبته وهبتدي اطلعه على طبق في ورق عشان الزيت، مناديل مناديل اهو، واطلع وهحمر كل الكميه بالطريقه دي. وكده بقى ايه الاكل بتاعي خلص وغرفته البومبار والمحشي، وانا عملت فراخ بس احنا عاملينها مع بعض، ما رضيتش اطول عليكم واعملها معاكم تاني. وبالف هنا انا وشيفا على اللي يجربوا يا رب. ايه رايك يا بسمله؟ تسلمي ايدك يا عمته. تسلمي ايدك يا ماما. وكده خلصت اكلتنا النهارده، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. وبالف هنا على اللي يجربوا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.